لي عهد أم القيوين الذي يتفضل في هذه اللحظات بتتويج الفائزين برموز أول أيام هذا المهرجان. أول الأشواط الصباحية مشاهدين الكرام ذهب من خلال الانطلاقات للمملكة العربية السعودية، حيث فازت بسيف سيدي سمو الشيخ سعود راشد بن سعود المعلى وهي شوشرة فهد بن محمد بن راشد الدوسري، تفوز بأول الأشواط الصباحية لهذا اليوم واستفتاحية هذا الناموس، هذا السيف الذهبي. وأنا أحد الأشقاء يستلم هذا السيف نيابة عن فهد بن محمد الدوسري، بالإضافة إلى سيارة مقدمة من اللجنة المنظمة للسباقات هنا في ميدان اللبسة. بينما شوط الجعدان الرئيسي ذهب مع الصياد لمحمد بن راشد بن غالب المنصوري، تالي الناموس لأهالي الوثبة على هذا الفوز والانتصار. هنا سمو الشيخ راشد بن سعود يتوج الفائزين، ومحمد بن راشد بن غالب واخوانه واحفاده وانجاله في هذا اللقاء بالفوز والناموس ما شاء الله، حيث ان الصياد فاز بشوط الجعدان الرئيسي الحقايق لابناء القبائل وحقق الخنجر الذهبي بالاضافه الى السياره. هذه لقطه من لقطات الناموس والفرحه والابتهاج بين هذا شباب المستقبل، وهنا الخنجر الذهبي ومحمد بن راشد بن غالب المنصوري فرحا بهذا التتويج. شكرا سمو الشيخ راشد بن سعود المعلى على الحضور والتتويج بأشواط الرموز الصباحية لهذا اليوم. بينما نبدأ هنا صور تذكارية من سمو الشيخ راشد بن سعود المعلى للفائزين. أما الآن مشاهدينا الكرام نذهب إلى الفائز بالمركز الأول في الشوط الأول للجعدان الرئيسي في مساء هذا اليوم، حيث حقق كذلك الانتصار والناموس. هنا الفرحة التي لا زالت مشاهدينا الكرام في أرضية هذا الميدان بالتتويج، فرحين بناموسهم في ميدان اللبسة. إذا مشاهدينا الكرام هنا التتويج بشوط القعدان لهجني أصحاب السمو الشيوخ، حيث كان مهلوس بطل شوط الخنجر الرئيسي لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى طارش بن راشد المسافري في الناموس والانتصار مع هذه السيارة الأصيلة الذي لم يذق طعم الهزيمة مهلوس، والذي حقق الإنجاز وحقق الشوط الرئيسي في هذا المساء وهذا المهرجان. شكرا على هذا الدعم لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى في ميادين السباق وانطلاقه، وكذلك حصوله على الخنجر الذهبي والسيارة المقدمة من اللجنة المنظمة للسباق. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام صدارة هذا الشوط والزود أحمد بن سعيد بن سالم بن راشد العمري، المركز الثاني المركز الثاني القادم شعاع لعبد الله بن حمد بن وقاش العامري، ومع المركز الثالث المركز الثالث تصل تتقدم تنطلق بهذا الأداء المثير وعلى شفا محمد بن مبارك بن عوض المنهالي القادمة مع هذا الانطلاق. المركز الرابع من الجانب الآخر المتحدة مطر بن محمد بن